هاي البناء هذا المنظر امامك هذا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من التحضير، شو يوحي لك؟ والله اول شيء هذا كان قبل يفيد العالم، هسه صار 5 6 سنوات لا حد جاء لا حد ابد، لا بينه ولا اعمار، كل شيء ماكو. هذا يفيد مستشفى، يفيد مستشفى ولاده، يفيد يعني كثير شغلات، يعني ما عافوه مشوا وبس هيك صار هيكل عظمي وسط المدينه، وسط مدينه يعني العالم عتروح وين عتروح؟ تروح على الرشيديه، تروح على مكانات بعيده، واحنا عايفين هذه اول شيء يعني اساسه مال الدوله، يعني ما تعرف طالب اعماره. اي والله نعم طالب اعماره، هاي تفيدنا تفيد المواطنين تفيد المدينه خاصه الليمن. هاي الطبابه مال باب البيض، الصحه مستوصف مال باب البيض، هاي صار له من 75 هذا معمول مبني، وهذا ضربه ماله بسيطه جدا وما حد جاء راجع عليه ولا حد من مدير الصحه ولا على باله ولا مر عليه هذا، يجي جو مره مرتين دحقوا عليه ومشوا، ولا ما تالف كله يعني ما بين هاي ضربه من هنا تصليحها جدا بسيط وبي 40 50 غرفه، يعني يرى مستر مستشفى مال الولاده المنطقه الباب البيض وعلى البدن وراس الجاده كلها عليه، هذه الصحه عليه، بس ما حد جاء عليه ولا حد راجع عليه ولا حد مر عليه، قفلوا بابه من هنا سدوه بنوه وتركوه، خلوه على هالدنابر يشيلوا تشيكوايا والمعروف ايش بالمهملات، لان مناطقهم غادي والمدراء كيفين غادي بالقطاع مالهم، ونحن هنا الوسخ عامي ما النفايات دا اشوفه مشكله وسط المدينه بنص المدينه، هذا يعني نص المدينه يمو الطبابه مو غادي عداهم مدرسه الوتبه يمو المستوصف يمو، يعني مسقط المدينه هذا وما حد يراجع عليه ولا حد منتبه عليه. اوكي هسه احنا هاي الساحه المقابل الورايا شنو هاي الساحه تابعه للبلديه متروكه جاء واحد سيجا جو عليه قفلوا الباب وقالوا له اخوي هاي مال البلديه مال الايجار، ولا سووها مدرسه على اساس نبع على نود يعملوا مدرسه وعلى نت التربيه على مقاول وما جو لا نفذوها ولا عملوها، ظلت هالشكل على هذا وضعها اليوم صار لها هاي 10 سنوات 12 سنه وترهم مدرسه ابتدائيه متوسطه هالمناطق القريبه جدا. والله يا احنا دع نعاني يعني قله مستشفيات ودع نعاني يعني اكو قسم منهم دع يطلعون للشمال يعني على مود علاجات، وعندنا هاي الابنيه يعني تصلح مستشفيات يعني تصلح هنا هذا مال ولاده يستثمرون مختبرات، يعني احنا وضعيتنا حيل تعبانه، البلد وضعيته حيل تعبانه، يعني الموصل دا تعاني من قله يعني الخدمات الصحيه. ما دا احد يجي لا مسؤول يتابع ولا احد يتابع، يعني مدير صحه يجي يشوف هاي الوضعيه، يعني هذه نفايات يعني جريمه بوسط مدينه ومركز مدينه هاي شيء مناظر. يعني يجون يشوفون الوضعيه يدحقون على هاي الناس التعبانه، يعني هذه راد له مصرف يعني بسيط كلش ترميم ويعيدون ترميم وبناء وتجي الناس تراجعه، الناس يعني هم تعبانه والمنطقه والمدينه هم تزدهر، وفها شوفت عينك هاي النفايات ونستغل نغير هذا المنظر. اي طبعا هذا منظر مدينه، يعني هاي منطقه يعني لها تاريخ ومنطقه معروفه، وثانيا يعني الناس دحق وين وصلت التطور، يعني واحد يروح يشوف بقيه هاي المحافظات الشماليه يدحق على وضعيتنا ويدحق على يعني حاله يرثى لها.